مشروع آخر من خلال ميطافيفا، هذه المشروع الذي يمكن أن تجده رائع جدا. ميطافيفا بطبيعة الحال خاصة بالألعاب، هذا المشروع خاص بالألعاب، بالضبط خاص بكرة القدم. يعني اللعبة التي ستظهر لنا هي خاصة بتروادي بطبيعة الحال، يمكن أن تقوم يعني بدعم هذا المشروع خاص بميطافيفا لكي تحصل يعني على لعبة رائعة. بعض الألعاب ستكون يعني جيدة، يعني يمكنك أن تقوم يعني بتجربة هذه اللعبة التي يعني لعبة جميلة جدا. وكذلك هناك يعني أشياء أخرى خاصة باللعبة ستكون مدفوعة بطبيعة الحال، لن تكون مجانية يعني من خلال ميطافيفا. يعني كلما أسرعت في يعني الحصول يعني على الانتيفي بطبيعة الحال خاصة بهذا الميطافيفا، كلما حصلت يعني على ميزة جيدة، وأيضا الحصول على يعني توكن جيد، وحصول أيضا على يعني رأس مال جيد من خلال الانتيفي الخاص بهذه اللعبة. اللعبة يعني خاصة يعني بطبيعة الحال ستنطلق في 14 يوم، يعني 14 يوم يعني تقريبا 14 يوم ستنطلق يعني اللعبة. بطبيعة الحال يمكنك أن تقوم باستغلال قبل الانطلاق في شراء يعني التوكن الخاص بهذه اللعبة واستغلالها لما تكون في صعود. التوكن الخاص بهذه اللعبة بطبيعة الحال كونترا خاصة بها هي هذه الكونترا، يمكن أن تقوم بالتحقق منها بطبيعة الحال. هي كونترا يعني 100% شركة صديقة وشركة جيدة. بالنسبة للتوكن بطبيعة الحال هي خاصة بالتوكن سيل، هنا 75%، كذلك هنا خاصة بالتايم إلى غير ذلك، أيضا بلينك سيتينغ 10%، كذلك إيكوس تايم بطبيعة الحال 10%. بصراحة التوكن بطبيعة الحال هو الإم تي في بطبيعة الحال، توكن تاكر إم تي إل إم تي إف، كذلك هنا بيمبستي سيل، هذا نوع البيمبستي سيل بطبيعة الحال، هناك 27 مليون خاصة للام تي اف، كذلك الكونترا بطبيعة الحال هذه الكونترا خاصة بهم، كذلك انتي بريسين واحد بي ان بي تساوي 12000 للام تي اف، كذلك هناك يمكنك يعني تبديل العملة من بي ان بي الى الام تي اف، كذلك هناك الهايدن هذه الكاب بطبيعة الحال 70% بطبيعة الحال، هناك يعني توكن ديليفري دات يعني هنا يعني خاص بالام تي اف، كذلك من الاشياء المهمة خاصة بالمعلومات السوشيال ميديا المتنوعة عبر الموقع. وايضا هناك ملف خاص بهذه اللعبة يعني يعرف لنا كيف الشركة الخاصة يعني الام تي يعني الميتا فيفا جيم مثلا ويتي بابير، كذلك هناك تعريف شامل خاص باللعبة، هنا الفهرس الخاص بهذه اللعبة، كذلك هناك يعني كل شيء الملكش الخاص بهذه اللعبة إلى غير ذلك. أيضا يعني اللعبة ستكون يعني طرد دي بطبيعة الحال، يمكن أن تقوم يعني بتجربتها بطريقة رائعة وبطريقة جميلة جدا. كذلك يعني شيء رائع بهذه اللعبة، لأنها لعبة احترافية للغاية، يمكن أن تقوم باستعمالها عبر الهاتف كما تشاهد هنا، كذلك يمكنك أن تقوم يعني باستعمالها بطريقة احترافية للغاية. يمكنك يعني هنا اطلاع على يعني كل هنا خاص بالخريطة الخاصة بهذا الموقع، خريطة متنوعة، كذلك يمكن أن تجد مثلا يعني بريس بلون يعني كان ثمنه 0.05 بطبيعة الحال، تقريبا من 20 دين أصبح الآن 5 دولار تقريبا البري الخاص بهذه اللعبة. كذلك يعني هنا الاستراتيجية الخاصة بهذه اللعبة بطبيعة الحال، هناك يعني العديد من التوكن الذي يمكن أن تحصل عليها، كذلك يعني لعب يعني هنا الفريق الخاص بهذه اللعبة فريق كبير جدا، فريق يعني ذو خبرة وأيضا يعني خبرة عالية في يعني البلوكشين. كذلك الان فيزيتي مثلا هنا قطر، هناك الداعم الاكبر هنا للعبة يعني هذا المشروع، اللي هناك الاكس بوكس، هناك بطبيعة الحال قطر، كذلك كوكاكولا، كذلك الفيزا، كذلك الاديداس الى غير ذلك من المشاريع التي يمكن ان تجدها في هذا المكان. بالنسبة لسبورتي باي هناك الانتوني مثلا يعني كريزمان، ايضا سيرجيو كون مثل اغويرو، كذلك سيرجيو راموس، كذلك توماس ميلير، كذلك يعني زلاتان الى غير ذلك. بطبيعة الحال هناك السوشيال ميديا الخاصة بهذه اللعبة يمكنك ان تجد في هذا المكان، يعني مشروع واعد، مشروع جيد، مشروع لعبة يعني رائع وخاصة بطرواد دي كما تشاهد هنا. يمكن أن تقوم بهذه اللعبة بطريقة احترافية بطريقة جيدة، وهي يعني من الألعاب الاحترافية يعني القليلة جدا في السوق بطبيعة الحال، وهذه الشركة يمكنك أن تقوم باستغلال يعني شراء يعني الأسهم الخاص بها، وكذلك الاستثمار في هذا المشروع، مشروع كبير جدا والمشروع رائع، مشروع جيد. يمكنك فقط أن تقوم يعني بتحديد المتتم الذي تريد من الشراء فيه لأن البي إن بي، ثم بعد ذلك هنا تقوم يعني بالعمل لاينك خاص بميتا ماسك، ثم يمكنك ان تقوم يعني بتحميله وشراء يعني التوكن الخاص بهذه اللعبه، وايضا استثمار في يعني ميطافيفا. بطبيعه الحال طريقه جيده، طريقه استراتيجيه جيده لكي تقوم بالاستثمار في هذا المجال خاصة ميطافيفا. بطبيعه الحال سينطلق عما قريب، يجب ان تقوم بشراء يعني التوكن الخاص بها قبل ان ينفذ. لو نفذ بطبيعه الحال وكانت لديها يعني قوه ضاربه في السوق، سيكون بطبيعه الحال اكيد سيكون لديها قوه ضاربه، لان مثل هذه التوكن
ان تكون لديها يعني مشاريع قوية وكذلك مشروع جيد. يعني نعرف بان كرة القدم تطلع لها شعبية كبيرة جدا، يعني 100% سنشاهد يعني صعود كبير لهذه يعني ميطا فيفا في السوق يعني بشكل عام.